غاليا وأمل عند دكتور توني ليستشيروا ويلاقوا الحل لهالمشكلة. دكتور توني، اليوم بدي أعرفك على أمان، وهي حالتها غير عن كل الحالات اللي قطعوا معنا، إنه عندها مشكلة بوجهها صار لها بتعاني منها 10 سنين، جربت تشتغل بوجهها كم شغلة وهيك بس ما زبطوا معها، وهذا الموضوع كتير مأثر عليها وعلى نفسيتها. هلا أنت بدك تشوفها وتقرر شو فينا نعملها لأمل. خبريني أمل، شو صار معك من الأول؟ شو ليش لا صار معك هيك؟ أنا بداية أنا عملت رجيم كتير قاسي، أثر على وجهي بشكل مش طبيعي، يعني لدرجة أنه بطلت أطلع بالمرأة. فبالصدفة أنا على التلفزيون بشوف أنه طلع هيدا الموجة تعبية الوجه وهيدا، بس ساعة بتحظ كتير عطيل أنه كانت تعبية الوجه بالمواد الصناعية اللي دائمة واللي ما بتروح. فعملت كذا جلسة عند حكيم كذا جلسة شو تعبي يعني كذا مرة؟ والتعباية ما تاخد كل مطرحة، يعني مطرح يعبي هون ينزله، يقول لي بدي اعبي لك المطرح الثاني ينزله، حاول يرجع يزبط لي مطرح لمطرح، ضل على فترة مطرح هون مطرح هون، بالأخير ما عاد يتحمل وجهي، يعني صار كل شيء فوق نزل لتحت. هذا المشكلة. وأي محلات بوجهك عبيتي مزبوط؟ هون أكتر شيء، أنا ما هون أنا حط هون ينزل، حط هون ينزل، يعني ما تعبى، اللي كله يتعبى ينزل لتحت. أوكي، هي من كم سنة؟ 10 سنين تقريباً، شي 10 سنين. حاولت تدوبيهم؟ لا، قالوا لي ما ممكن يتدوبوا، لأنه ممكن يفوتوا بالأنسجة ويتغلغلوا بالأنسجة، وحتى بعملية الجراحة كان صعب يطلعوا كلهم. انا عملت عمليه جراحه حتى عملت عمليه لهالشي اليوم. من اي متى؟ يعني من بعد ما حطيتهم تقريبا شي سنه، بعتقد سنتين. بس ما حقنتي للدوبيون ابدا؟ لا، يعني خوفوني كثير، وانا ما بدي يكون بشغله ارجع فوت بشغله اصعب منها والنتائج ما اتحملها. لا ما تلعب عم يسخنوا، بتحسي شي اوقات بيسخن وجهك؟ هلا لا، ما عندي سخونه، لانه تقريبا 3/4 المواد اللي كانت الا اللي كان بعد فيه بالانسجه هيدا اللي بقى. نصحني الدكتور اللي شال لي اياهم، قال لي ممكن احط لك دهن من جسمك وهيدي احلى طريقه. فحط لي اياهم من بعد شي سنتين تقريبا واكثر، كمان نفس الموضوع. هذا لي حاله أمل، حاله نيات من الستات اللي تعرضوا لهالمشاكل، مش بس بلبنان، حتى برا لبنان كمان، بالدول العربيه كلها. يعني هون في حكمة استعملت، او مش حكمة، يمكن مراكز تجميل منهم دكاترة. طيب شو بيستعملوا هيدي المواد اللي بتمشي بقلب الجسم؟ سيليكون، سيليكون صناعية، ما بيثبت الحق. بتطلع من الجسم؟ ما بتطلع من الجسم، مشكلتها انها دايمة وبتسبب مشاكل كتير، يعني نحن بنقول بتفقع، يعني وقت مزبوط بتفقع، بتصير تتجمع، بتعمل التهابات حواليها. اي، وبتورم كتير، بتحمر وبتعمل حرارة، ممكن تعمل خراج، وبتشوه احيانا لسبب مشكلتها كثير عويصه وكثير صعبه تنحل. هلا عند امل انه عملوا لها عمليه وشالوا فضوا قسم كبير منها، يعني هيدي الحاله هلا اليوم اللي عم نعملها انه هي اكثر توعيه للنسوان اللي عم يحضرونا، ممنوع يعرفوا شو بدهم يحطوا بجسمه. صح، ممنوع ينحقن شو ما كان. في ماده وحيده هي ماده الهيالورونيك اسيد المسموحه بس تنحقن بالوجه، اي ماده تانية ممنوعه شو ما كانت تكون. الناس بتفكر اذا طولوا اكثر او هدوا اكثر ما احسن، بالعكس لازم يدوبوا، لازم 6 أشهر ماكسيموم سنه يدوب الدواء بالوجه، ما لازم يهدم، لازم يدوم اكثر من سنه، لانه اللي بيدوم هو سيليكون. والسيليكون بيسبب مشاكل حتى بالجسم، اي شيء كمان. السيليكون عم ينحقن بالوجه، منه سيليكون طبي اول شيء، ثاني شيء حتى السيليكون طبي منه مسموح ينحقن بالوجه. يعني السيليكون مسموح بس كمثل ما فرجينا عمليات قبل، هو للصدر للدريير يتكبر مثل حشوة، بينما ينحقن بقبر ممنوع.
اليوم عنا حالة كتير مهمة وأهميتها، لأنه قد ما منشوف من الحالات كل يوم ومن المشاكل اللي ناس صار لازم تعرفها وتتعرف عليها مظبوط، ويكون عندها توعية كتير واضحة بهالموضوع لحتى تبطل توقع فيها. اليوم في كتير تكاكين منسميهم، ناس منهم أخصائية بيستعملوا المواد ليحقنوا الوجه، شفاف، خدود، دقن، عيون، جسم بأسعار كتير رخيصة، لأنهم بيستعملوا مواد ما بتسوى، مواد غير مسموحة، مواد بتضر الجسم، بتسبب أمراض، بتسبب التهابات. لسبب لازم الناس تعرف شو عم بيصير وتعرف شو عم ينحقن لوجهها. يعني اليوم وقت ما نروح على مركز أو لعند جراح أو عند حكيم معين نطلب أنه نعبي وجهنا، لازم نسأل عن اسم الدواء ونعمل سيرش وناخد الاسم معنا ونحتفظ فيه لحتى شو ما صار معنا نعرف شو نحقن بوجهنا، ونعرف إذا هالشي بيدوب أو ما بيدوب أو بيبقى معنا كل العمر. لأنه المواد اللي عم نشوفها هي مواد ما بتدوب، مواد بتبقى كل العمر، يعني بتبقى 20 و30 سنة وما بتتغير، بالعكس بتصير تزيد. وفي ناس بيقولوا لهم أنه هيدا بعد 4-5 سنين بيدوب، هو بالعكس بيتزايد وبصير ينتشر وينتقل من محل لمحل. المشاكل ممكن سببها هن كتير، ممكن يعمل التهابات، ممكن يفقع، بمعنى يورم، يحمر، يعمل حرارة، تنتقل التهابات للجسم، يسبب مشاكل صحية ويسبب تشوه محل ما هو محقون. واليوم التشوه ممكن ما يتصلح وممكن أحيانا نقدر نصلحه. طب هلأ شو فينا نبلش مع أمل؟ أول خطوة كيف بدنا نعملها؟ بدي افحص وجهها وبشرتها لشوف قدي في دامج، قدي في مخرب هيدا الشيء. طب انا حاسه هون عندها كمان شوي ورم فوق تحت، ما ممكن يكون بعد في دواء هون، لانه المشكله بهيدا الدواء بينقل، يعني ممكن تحطه هون ينقل لهون، ينقل لهون، ينزل، يعني هي مشكلته. لهالسبب بدنا نفحص ونشوف. حتى انا بشوف في عندها فرق بالعيون، بتشوف عين اليمين فرق عن عين الشمال، هالشيء ممكن سببه الدواء او ممكن سببه العمليه اللي انعملت لازاله الدواء، لانه الدواء هذا السيليكون بفوت بقلب العروق. أيه. واي عمليه لازالته او لشيله ممكن تضرب عصب او عرق وهالشيء يسبب تشوه او يسبب فرق ما بين يمين وشمال. خليني افحص هيك وشوف وجهك. اول شيء حاله امل تعرضت لحقن ماده السيليكون بوجهها على الميلتين وصار ينتقل من محل لمحل، صار يتكاثر، وحاولت تشيلهم بعدة طرق، خفوا كتير بوجهها بس، ولكن تركوا أثر، تركوا فرق كتير ما بين يمين وشمال، تركوا تشوه عملية الشمال. وقت فحصتها حسيت العظم ضايق بالجلد، يعني ما بقى عندها لا دهن ولا لحم تحت الجلد. بنحاول نرجع نرد لها شكل وجهها بواسطة الدهن اللي عندها إياه بجسمها، يعني رح نسحب كمية معينة من الدهن من البطن، نحول قسم منها لخلايا جزئية، نرجع نخلطها بكمية الدهن المحضرة ونحقنها بالوجه بطريقة نرجع ننحت شكل وجهها من خدود، من فك الحنك، من الوجه كله سوا مع تقاسيمه لحتى نقرب اليمين على الشمال. عم نشوف عندها فرق بين يمين وشمال، يعني هون لاحظت فاضي وجهها كتير. يعني اذا بتدسي بتحسي بالعظمه هون، عظمه الوجه. ايه هون فاضي، يعني ما عندها لحم، ما عندها دهن، بينما هون في شوي بس مجمع فوق. طب ما هي منها عندي شوي، هو بيكون نازلين من فوق، يعني اذا حاطه هون ممكن ينزل. هلا هون بشفافها ما في، ما عملت شفافك؟ لا هون صغير، ما عملت شوي. اوكي هون في شوي، يعني حتى الجلده بتشوفي تغيرت، بتحسي الجلده ناشفه ويابسه. أيه. من ورا، لانه هو السيليكون شو بيعمل؟ بيعزل. أيه. الجلده عن التغذيه، بتشوفي الجلده صارت بتنشف وتبطل تتغذى مزبوط. هو لقلها اصبط شيء هو الدهن، نحوله لخلايا جزئيه ونزرع عليها بوجهها لحتى ترجع تتجدد البشره، لانه بشرتها بحاجه لتغذيه كبيره، بحاجه لترجع تتغذى. وبدنا نصلح الفرق ما بين يمين وشمال، يعني بنصلح الفرق اللي عندها اياه هون، يصيروا الميلتين مثل بعض، والتعرجات اللي عندنا اياهم يمين وشمال. بس حتى ولو يمكن ما نقدر نرد، لازم نغير لها اللوك كله. يمكن ما نقدر نرد، ما تقولي لي قد ايه بالمية هلا، ما نقدر نرد 100 اليمين مثل الشمال تماما.
خصوصا انه يعني عندك فرق عندك فرق بين العند. هل الفرق كان قبل ولا بعد العملية او بعد الفيلر؟ اي متى حسيتي فيه؟ ما حسيت. ايه فرق كمان ممكن يتصلح معنا وقت نعبي هون، لانه هالفضاوي اللي هي هون منزل المنطقة كلها لسبب فارقة شوية العين. طب من وين بدنا ناخذ لدهن؟ من جسمه؟ فينا نشيل هو احسن شيء نشيل من هون المنطقة من هون. اكيد. اوكي بدنا نشيل دهن، كمية من الدهن نرجع نعملها وجه جديد، نحول قسم منها لخلايا جزيئية. هلا بتشوفي كيف نعملهم، بنرجع نخلطهم مع الدهن المحضر ونزرعهم بوجهي. هالعملية نعملها بنج موضع يعني ما بتوجع. قد ايه بياخذ وقت تقريبا؟ شي ساعة كله سوا. طب وما ممكن انه يرجعوا ينزلوا او لا تتغير قطعهم؟ بس بده وقت ليرجع يتجدد وتشوفي نتيجة احلى. يعني كل جمعة احسن من جمعة وكل شهر يعني بيتجددوا هو للخلايا مع اوكي بيرجع 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 لك لون وجهك. ايه لانه بتشوفي وجهه ناشف ولونه باين. هيدا الفرق يعني بدنا نعبي بمناطق. رح ارسم لك افرجيك وين بدنا نعبي. يمكن على البرودوي اللي حطته وعلى العمليه اللي عملتها وهذا كله اثر على بشرتها. يعني هالمنطقه ايه هون هذا الفراغ كلها لازم تتعبى بشكل والتاني أكتر. التاني كله لأنه فاضي أكتر من هاي الجمال. نرجع نرسم الوجه كله يعني بركة من بعدها بتلاقي لك عريس. هاي كتير في فرق بين يمين شمال بتشوفي بين. أوكي هاي بتشوفي فرق منيح. هاي أكتر بكتير من هون فرق. أوكي طيب بنبلش لفحص الدم وكل البروسيدجر. لا هلا دغري بدنا هي ما فيها بنج ما فيها ما راح تقطع على بنج يعني بدنا نعملها بس فحص. هي بنعمل دغري بنج موضعي بنسحب دم لحتى نخلطه بعدين مع الدهن ونحوله لخلايا جزئيه. اه اوكي يلا يلا تفضل تفضل. من هون هيدي الاوضه او لبنج؟ يلا اوكي اهلا وسهلا فيكي مدام امال، كيفك؟ انا ميرنا الهيد نيرس، رح كون معك هون ورح ساعده لدكتور نصار. أوكي. اوكي اول شيء رح نبلش رح اخذ لك صور قبل تحت نشوف كيف كان وجهك وبعدين بعد ما نخلص. اوكي تفضلي. بنفس النهار قرر الدكتور توني يظبط لها وشها لامال ويخلصها من مشكلتها. بلشت التحضيرات والمراحل قبل العمليه. العملية سريعة رح نشوفها تقريبا بتاخد ساعة من الوقت وبنستعمل البنج الموضعي. ما في داعي لتتبنج لأنه كمية الدهن اللي رح نشيلها هي كمية قليلة والكمية رح نحقنها بالوجه نعمل بنج موضعي بمحل ما بنا نحقن الإبرة لحتى نعبي الوجه لأنه من دهنها ما عندها ريسك كتير مثل ما تستعمل أي فيلر تاني منيح. يعني أحيانا بيقولوا لنا ليه ما فينا نعمل فيلر مسموح بهيك حالة؟ فينا بس ولكن في شوية ريسك أكتر من الدهن لأنه الدهن من الجسم ذاته يبقى تقريبا الريسك بيوصل للصفر بينما أي مادة تانية ممكن تتفاعل بمحل صار في التهابات بمحل دخل جسم غريب ممكن يسبب مشاكل معقول يرجع يعد للمشكلة عن جديد. بهيك حالة يستحسن على طول استعمال الدهن مش فيلر تاني. هيدا فحص الدم بدي اخذ لك تيوبات دم 3 تيوبات دم بدي اعمل لك سنتريفيوغاسيون لالهم هول بيساعدونا كثير. بتخافي شيء من شكة الابره؟ لا بخاف من الوجع. لا ما في وجع ما تخافي شكة صغيرة. انا بيقولوا عني مبجع بالابر. Thank you.
مدام أمال هلا نحن سحبنا لك الدم، أنا أخذت تروا تيوب، هلا بدي أعمله سنتريفيوغاسيون. هلا بالسنتريفيوج بدي حطهم تقريبا 10 مينوت. حطيناهم وبدي أعيرها على 10 مينوت. هلا بيفصل البلازما عن الكلوتس وانا بدي استعمل البلازما للستم سيلز. هوني قلت بقعد معك دقيقتين قبل ما فوت لجوا، في اي ريسك على وجهها قبل ما نعمل لها اي شيء او لا؟ اكثر من هيك؟ اكثر من هيك اكيد لا، بس انه معقول يرجع بعدين. هلا هي حاله اكيد حاله صعبه، منها حاله سهله، بس يا حرام صار في عندها تشوه من وراء ال لا انت بتعرف قد ايه بوثق فيك، يعني ما لازم اسال هيك سؤال، فخلص خليني فوت فوت دغري. لا رح يبلشوا يحضروها، يحضروا بطنها لنسحب منه الدهن. هو انت بتحبي يا هالبارت كثير. بنرجع نحن عم نحضر، بتشوفي كيف بنحول الدهن لخلايا جذعيه، وساعتها البارت الثانيه بنزرعهم بوجه دغري. بنزرعهم بوجه تقريبا كلها زرع الوجه يعني بالقبر، يعني منه ما في قص ما في. لا بعرف تفرجت عليك مره بلا ما تشوفني. اوكي يلا انا جوا. مثل ما قال الدكتور توني، عملية أمل سهلة وسريعة وما فيها وجع، والبنج رح يكون موضعي، يعني ما في إزعاج لأمل. شو دالي بلشتي؟ ايه بلشت، صرت بنص العملية تقريبا. هلا اول شيء بنبنج محل ما بدنا نفوت نحقن مي، ما هيك؟ ايه وبنحط هو المي كرمال نفصل الدهن عن الجلد. ايه شو عمال مرتاحه؟ نايمه ولا واعي؟ لا بعدني واعي. مش هننايمك، ايه رح ضلك واعي. هلا ماشي، بعدنا على الاول، ما تخافي ما في شيء. لا ما في شيء. نحط شوية مي لنرجع نسحب الدهن. ايه اوكي، هلا اول شيء عم نحط مي، من بعدها بنرجع نسحب الدهن. ايه بنون بنحط نحقن هاي المي اللي فيها بنج كمان. ايه لحتى هي المي مبنجه. ايه هلا بننطر، نرجع بننطر شوي. قد ايه وقت؟ لازم ننطر ربع ساعة تقريبا 10 دقايق. اوكي ليفصل ال لايه لياخذ مفعوله. بدي اعبي له الميات. يلا هي بس كلا هاي هي خلاص. هلا نرجع، هلا بننطر ربع ساعه. ايه عم ننطر شويه. اعطيني يا هون هيك امل. مضايقه من شيء؟ تبنشتي؟ موجوع شيء؟ لا ما في وجع. هلا عاده لايبوسكشن وهيك بالاوضه العمليات، بس فينا نعمل هون؟ ايه هون لايبوسكشن يعني لمنطقه صغيره، يعني لمنطقه صغيره فيك تعملها هيك على السريع. يا برافو. لما ننطر ربع ساعه. اوكي اوكي بياخذ البنج والمي بتاخذ محلها، بنرجع بنشفط الكميه اللي بدنا اياها، بنقسمها قسمين، قسم بنعطيها لاميرنا لحتى تجهز الخلايا الجذعيه هون كادو يعني. اوكي والقسم الثاني بنحضره بننظفه وبنرجع على نحن بالوجه.
بعد ربع ساعة خلصت النطرة ورجعنا لنكمل العملية. لا أمل ما بقى تحسي، يا ما تعطلي هم ما راح تحسي بشي. هذا اللي بدنا نسحب الدهن. ايه هلا بس مش على الطريقة اللي كنا نسحبها، لا هي غير طريقة. شو الفرق؟ يعني هي انه وقت تكون لوكال هيك اسهل شوي وكمية صغيرة. اوكي عرفتي؟ قد ايه كمية يعني كم سيسي؟ هلا بنشيل 20 سيسي نعطيهم لميرنا، وانا بدي خلي عندي شي 20 سيسي كمان او 30 سيسي اشتغل فيهم. يعني كلهم على بعضهم شي 50 سيسي اللي بنشيلهم. موجوعة شي عمان؟ لا مبنشة. شطورة انت. منا حيصير. انا ايدي خفيف. كلك خفيف؟ هي المهم يزبط وجهها وتكون مرتاحة، صح أمان؟ ماشي. حسيتك رح تنامي من شوي. لا تعبت بس عن النوم. كيف عبالك يصير وجهك؟ قولي لنا شيء شوي مثل ما كان. قولي لنا شيء اسم حدا مشهور ممثل. ما بدي حدا. داليا مثل داليا مثلا. داليا وتغيير. بس يرجع مثل ما كان قبل، وهيدا أهم شيء. عندها دهن منيح ببطنها. عم تخبصي برجر وبيتزا. صرت حفظتهم ايه؟ سمع لك اياهم. عم تخبصي كثير بالاكل خلاص. كوكتيل. هذا ايه كنت عصير. عصير ما دور. بدك تبلشي تنتبهي على اكلك. هاي نصيحة هلا بهالعمر تبلشي يعني تاكلي وتحبي كل شيء سكر وهيك بلا ما تحسي. أهم شيء أكيد. خلص خلص ما توجع بليز. عم تحسي شوية؟ ايه ايه. هي دالي عم تشتغلي أنا حبيبي. أنا إيدي نايمة. خلص خلص خلصتي. حريق. خلص خلصنا. خلص خلص. ولا كل هاي القصة إذا صار في فان تيجي يا عمي. اوه شو هول مبينين مبينين شو جربي شوي شو بطني انا؟ لا جربي تشيلينا شوي. منيح ما في بطن الحمد لله انا بلاتي؟ مثل ما انت عامل انا بلاتو. برافو العموله يا عمي، شو العموله شخوره؟ عم يطلع منيح؟ استفيدي يعني هلا هلا انت عم تستفيدي. رح فلي بلا بطن. كلمات خير. هلا عم تستفيدي بلا ما تحسي انه عم نعمل لك شفط لبطنك هالمره هيك بنفس الوقت. يعني اذا شيء هيك زبونه مرقه من برا من حد المستشفى وعبالها تصحي تعمل شفط شوي صغيره بتفوتك ابو 10 دقائق وبتضل فل. ايه بسموه لانش بريك. لانش بريك. ايه لانش بريك لايبوسكشن. في على ساعه الغدا مثلا من شغلها تجي تشيل كيلو وتفل وترجع بلا كيلو على المستشفى. على شغلها. يلا خبرينا اي حلقه حضرتيها واكثر شيء اثرت فيكي وحبيتيها. كل الحلقات حضرتهم. هذيك جاد نسألك سؤال. أكثر شيء. أكثر أنا ولا داليا؟ لا هيك. نيناتكم. نيناتكم. أكثر شيء أنا اقتنعت بصورة اللي عملت لها من ورا بطة إجرة كانت عندها مثل المجورة. صح. هيدي قلت هيدي نفس حالتي. إيه مضبوط. تقريباً. إجرة قوية. صارت كثير منيحة هي. إجرة. يا صرنا خلصين. يخلع عنك شوي؟ تعب شوي. هلا حتفلي من هون بلا بطن. تطلع مثل داليا في الاخر.
قديش بتصير ما عاد في عندها دهن بدي قديه بدي تميرنا دهن عنا كثير صار هون هي هيدي الماشين اللي تفصلهم صار الدم لحال والدهن لحال هلا انا بدي اسحب كل السيره وكل المي كيف تسحب يوم بالابره اسحبه بالسيرين اوكي لا توصلي لهون شوف لا اخذ نقطه ما بدي اسحب انا فات قد طلع عندي نفس يعني قد بقي عندي 11 يعني 11 بتحط ال 11 تصير كولاجين وانا الكولاجين شلته من الفريزر تقريبا قبل بنص ساعه هون عندي 10 بدك تسحبي بعد؟ بدي حط لها بعد سلسة واحد من هيدي العشرة بحط لها واحد ليه شو يصيروا؟ لأني الكوانتيتي تبع ليصيروا قد بعض بدي حط كل جنب هلا بدنا نبلش بالإتاب الثاني بتأكد إنه هون سكر كثير منيح اوكي شو الإتاب الثاني؟ الإتاب الثاني بدي حطها بكثير واحد هون بدها تاخذ تقريبا معنا 15 دقيقة اوكي بدنا ننطر ربع ساعة كمان هلا بين كل وحدة ووحدة بننطر ربع ساعة لا بس هيدي المرحلة بتاخذ ربع ساعة بيجي في عنا 6 دقايق وأربع دقايق ونخلص اوكي هي المرحلة الثانية بسموها انكوبيشن هي شو بيصير فيها؟ بيفصل الدهن عن بعضه ايه نحن سحبنا السيروم الدم لحال شفتي أول مرحلة هي سنترفيوج يبرم بسرعة 3000 برمية لحتى يفصل الدهن عن الماء عن الزيت مظبوط نشيل كمية الدهن اللي هي كمية دهن نظيفة نخلط معها نفس الكمية كولاجين كولاجين عزيزي اللي هو بياكل الخلايا وبيفتحها اوكي بيطلع منها العنزيم ساعتها بتبلش تبين الخلايا الجذعية من قلبها وهذا الشيء بده على حرارة معينة لسبب بيبقى ربع ساعة بالحرارة ذاتها يعني هي قبل حط الدهن بوجهها غير هيدا اللي هلا عم نعمل لها اياه هي حط جربت مره هي دهن. سحبوا لها دهن وعادي حطوها ما عملوا لها هيدي التريقه هي ليه الخلايا الجذعيه بتخلي لها يجددوا الخلايا موجودين بوجهها بيعيشوا يعني ساعتها ببطلوا يروحوا اوكي بصيروا يتجددوا على طول يعني هي سالتني من شوي قد ايه بيهدوا رح يضلوا بيضلوا يتجددوا لحالهم هيدي هي يعني بتعملها مره عرفتي هلا بدنا ننطر ليخلصوا هو خلص نرجع نكمل هلا نطرنا ال 15 دقيقة أو 6 دقايق والأربع دقايق طبخة خلصت هلا آخر ستيب هي بدنا نبلش بوجهي سحر هلا بدنا نعمل لك سحر ماجيك آخر ستيب إيه أوكي اللي هو نخلط فيهم الستام سيلز مع الدهن المحضر ونحقنهم بالوجه إبرتين تقريبا بدنا نحط بوجه أكتر اكثر طبعا شويه رح نبلش على هالمال اللي بده اكثر ايه لنشوف قد ايه فينا نعمل نظبط فيه لنظبط الثاني مثله ايه هيدي المال بده اكثر وجه فاضي من هون اللي بعدهم بقلب وجه ممكن يعملوا شيء مع هيدي المال هلا مع الدهن لا ما رح يتاثروا اذا حطيتي غير مواد فيلر ثاني ايه ممكن ايه اذا غير مواد اكيد ما بيسوى تحطي مادة فوق مادة بس هلا انت عم تحطي من جسمك دهن من جسمك ما بيأثر يعني كأنك نصحتي لحالي ميبس الجلدة ايه متعرفي مش عم تفتح عن شوي صغيرة ايه بس شوي لانه الجلد لازق بيني هلا بتجرب تفتحها بعدين بتبلش تحط ايه حطيت لها بنج كمان شرب المصور حيغطي قلبه مثل العادي ببلش يدوخ بصير وجهه اصفر برمي شوي اعطيني ماء
بكره ما احضر الحلقه وشوف هيك الصوره عم ترجو بعرف انه انت اللي عم تصور. واف اثبت وارضت. رمي شوي حبيبي هلا ما نعبي لسا هون في 10 سي سي اوكي 10 رح نجرب نحنهم طريقه يتوزعوا بكل هذا البارت الفاضي صح توزيعهم لازم يكون اوموجين بعد قد ايه تقريبا بتبين النتيجه لوجهه هلا في هلا بنشوف دغري ايش لازم بس هي هولي ليتبلشوا يتفاعلوا كل جمعه احسن من جمعه اكيد بس يعني على الشهر بتكون نتيجه كثير منيح فينا نوزعهم انت فيك توزعهم من برا ايه طريقه بيظهر منهم هني شوي صغيره شوي صغيره المي تبعولهم ما تظهر هلا دغري بيروح لورا من هون العشيه صار عندها غدود لك شو نحط شوي تحت يبين نفس الشيء حاسه بوجهك او مانك حاسه؟ وجع؟ لا ما حاسه وجع برافو لمولا شاطر ايه هون خلاص هيدا الميل كثير حلو رح تاخذي نتيجه حلوه ان الله راد ان شاء الله قد ايه تقريبا حطينا لهون كميه؟ هون صرنا حاطين 15 يعني 15 ثاني ميل بدنا نحط شي 12 شو حلو؟ ايه كثير حلو اذا بيبقى هيك انه ما ينفي ما يروح الورم يبقى هيك هذا فات ايه هذا هون عندنا شوي ايه بدنا نحط فيهم اوكي تمام بتفوت من فوق؟ ايه فينا نفوت من هون هلا اعطيني اكزايلو بالصفراء ايه جلد لازق بالعظم ايه هون كثير ملزق جديد وجه جديد برومي اوكي اه خلص حبيت الا هون مش حلوه؟ ايه كثير حلوه ايه واو هلا هيدي الميل بدنا نحط اخف شوي ايه بنحط اخف منيح لانه وجهه هون بعد الشمال فاضي اكثر هونيك حطينا 20 سي سي 20 هون بدنا نحط 15 تقريبا لا ما بحطش 10 اه هالقد في فرق ايه في فرق منيح هيدا الشيء حتى لون البشره رح تتغير يعني اليوم عملنا عمليه انا قلت لا شغلتنا هينه طلعت مش هينه لا ما في شيء هين اوكي اذا هون حطينا 20 هون حطينا 10 ايه طالعين مثل بعض ايه الدكتور هون كان في خصري قوي راحت وين ما تحطي ايديك هلا ما تحطي ايديك ابدا على وجهك ايه اليوم محل ما اشتغلنا ميت اليمين بنشوفه هلا مورم اكثر اول شيء لان حطينا له بنج اكثر واشتغلنا فيه اكثر اوكي هلا بدي ورم اكثر رح تشوفي اول فتره اليمين الشمال اكثر من اليمين اوكي بعدين بصيروا مثل بعض ضايقتي من شيء حسيتي؟ ما في الكول اه اوكي هلا ريحه الالكول بسيطه هلا ضافت قد ايه؟ ضافت لها شي نص كيلو ايه قد ايه راح من بطنها شي كيلو؟ لا ما شلناها كثير اعمل لي عليك دايت هلا بهي الجلسه نص كيلو راح اوكي دعم. يلا سلامتك وفيك تجلسي جيبوا لنا المرايه يلا بس يقفل شو على راسي شو ده حبيتي اليوم؟ ايه كثير حبيت وانبسطت كثير بالنتيجه انه فرقت كثير عن قبل ما بقى رح يروحوا ينزلوا لتحت مثل ما كانوا ينزلوا اوكي ان شاء الله كثير منيح كثير حلو كثير حلو هلا بده يخف منهم اللي عم فيهم بنج بده يكونوا اخف من هيك رح يكونوا طبيعي اكثر
النتيجة. يعني حتى بشرتك هلا بتشوفي كيف رح تتغير، انه قبل كيف قد ايه كانت منشفه، وحتى الجلد كيف مطعج ولزق على العظم. هذا النفخ هلا كيف عطى تغير كثير وجهه فرق. في مرايه شوفي، يلا فينا نجلسها وبعدنا هذا. يلا دقيقه بس لنقعدها فلش لها. اوكي ميرسي دكتور، يعطيك العافيه. اكيد بنشوفك، اكيد رح نرجع نزورك بعد قد ايه؟ جمعه. جمعة نجي لعندك. أوكي. هاي. خلصت عملية أمل بخير وسلامة، عأمل تكون النتيجة مثل ما هي متوقعة. يلا الحمد لله على سلامتي. هلأ ما تستغربي إذا شفتي وجهك مثل ما قالك هيدي الميل أكثر من تاني ميل، بس لأنه هون حطلك بنج زيادة بس كمل هيك كم يوم وبتلاقي النتيجة نفس الشيء مثل بعض. ميرسي حبيبي كل ذوق. اوكي سلامتي. وبرجع بشوفك انا جمعة الجاي اكيد، بنجي نزور دكتور توني لنشوف اذا بدنا شيء رتوش او هيك. ميرسي حبيبي كلكم ذوق. يلا باي كلكم ذوق. شكرا لكم.